حالة الطقس لهذا اليوم الاثنين الموافق 21 من تشرين الأول واليومين المقبلين، تتأثر البلاد بشكل عام بامتداد مرتفع جوي سطحي متمركز شرق أوروبا يعمل على اندفاع كتلة هوائية باردة تشمل كل البلاد، حيث ستنخفض درجات الحرارة خلال اليومين القادمين لتكون دون معدلاتها العامة ببضع درجات، وهيكون الطقس باردا أثناء الليل خصوصا ومعتدلا نهارا. ستظهر في أجواء المنطقة الشمالية وخصوصا محافظة نينوى هذا اليوم بعض القطع من الغيوم تتكاثر وتزداد نهار يوم غد. الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات خصوصا في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية. درجة الحرارة الصغرى المسجلة في هذا اليوم في مدينة الموصل كانت 9 درجة مئوية، أما العظمى المتوقعة لهذا اليوم فهي 23 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تبقى كذلك لليومين المقبلين.